ايه المنتخب وقتها اللي كنت انت مع رئيس المنتخب في ايه الفترة ذيك كان مقسوم، فما جماعة خالد وجماعة نبيل معلول، فما ايه فما ما هذيك عملت لك برشا مشاكل هذه الظاهرة في المنتخب وقتها، ومن الحاجات اللي ما ساهمتش في النجاح نتاعك في المنتخب ولا ليه نجي نقول ما في الفترة هذيك على ريت النجاحات كيفاش كانوا حتى ملاعبية معناتها مون دوني يجيو يقولوا لي سمرات كثرنا في ليزونترمون باش نقعدوا في الوحدة. اي متفاهمين الحكاية هذه شنو صار في الحكاية هذه؟ وهذاك صاروا حاجات أثرت على الجو العام عندها علاقة بالموضوع هذا. أنا معلول سيتي أن أنسيان جوار موا معناتها لوسكيليتي معناتها ميم حتى جون معناتها ميم حتى أون بينين صافي. J'ai toujours, à un moment donné, il était un peu. Il est né en décembre. Il y a un de différence à l'après. Et malgré ça, malgré sa vision de jeu et sa technique, sa geste, je disais que celui-là, il n'est pas maintenant très performant vu la qualité physique, mais il va être un très grand joueur plus tard. Et c'est vrai. Il a une valeur tactique très intéressante. C'était un caractère très pointu, mais très réglo, très régulier. Khaled, c'est... Il est très professionnel même, c'est ma fille. Maloul, il est beaucoup plus... يدخل par exemple وقت يجي طارق خالد وطارق par exemple واحد يلعبوا مع بعضهم ما يدخلش هو مع هذوكم الكبار ياخذ توجور ان جروب دو جون افيك لوي يحب يفرض شخصيته من اللي هو صغير من اللي هو صغير اللي تي دومينون اسمع في فهمت اي ناكسبت با لا دوميناسيون دي زوتر معناتها اي بو حتى نجم حتى اي با لو دومينون اكتويل صافي يجرب معناتها اي يا سي فري هو صارت مره معناتها وقت خالد كان يلعب ليبيرو وانا نلعب معناتها في ليكيب ناسيونال نلعب افيك ان ديفونس دو زون صافي جيت جي فولو فير جوي جاني خالد قال لي سمراد انا عمري كل نلعب ليبيرو وتر شوز تحب نلعب تو هنا قلت له خالد ساتو فا تري تري بيان سا اللي كنت ساتو فا هو المشكله الكبيره وقت عملنا ان ريونيون تسمع فيا معناتها اون بارلي كوم سا جينا وقت جانا ماتش اميكال تسمع فيا خاطر الماتش بلوز امبورتون ماتش اميكال وقتها كونتر الفنلاند تسمع فيا جيتو اللي يقول معناتها في لا ريونيون كي جي فيت جي دي كو سي اون جو دو سيت مانيير لا اي لي زوتر جو دو سيت مانيير لا اون فافوار بوكو دو ديفيكولتي اون فافوار دي بروبليم صافي جاني كي وقت ريت خالد معناتها مو راسو قلت بصراحه هو عنده مبادئ بتاعه ما تيتوي شويه قلت بون خالد علي هاوش نعطيك حاجه كي هو سماش ميكال هذي اوكي جير تا ديفونس يوم نو بارلورا ابري لو ماتش فهمت صافي صح الى جري لاباز انا اونكيسي وقت 3 بي 3 خليته وانت يلعب كما يحب قلت له العب كما انا نلعب اون ليبيرو مي وي مي باسكو سا دير لوسكو تي ان غروس بوينتور اوتر شوز يفو لو بلوز امبورطون سا با دو اتاكي لو بلوز امبورطون اللي هو في راسه يلزم يمن بحاجه يقبل يقبل اسمع شنو صار جي متى وقتها معلول خذا نقول لك بصراحه الى ايتيليزي سيت سيتوياسيون لا pour parler beaucoup de mal de son camarade et c'est là où il a وقتها صارت المشاكل قال عليه كوم كوا منه هو اللي خسر فينا هو اللي عملنا هو تكوبري ولا جيت انا مع خالد جي جو دي كليرمون خالد اون فا او اون فا جوي كوم سا سما فيا ولا تي با با جوي اون با با جوي انصامبل سما فيا قال لي انا الور جو جو اخر ماتش نتاعي هذا وكهو قلت له داكور اخر جو يا ما تجو كوم موا جو فو سما في يا انا كومونسي من الغدوه لونترينمون جو لي في كوم اون سونتريني سما في وقت لاسكو سونتريني عملت قعدنا يعمل 20 مينوت ترمينيت جاني قال لي نقعد متى وقت خالد جاني قال لي نقعد انا باش هكايا عام كامل وناخذ حتى بونتو كي نخدم هكايا قلت له انا مش طالب منك عام كامل طالب منك ساعه ونص ما فيهم تاخذ حتى بونتو نحيته خالد افتس 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 لك عليه بعد كمل الحكايه سي مراد
تاع خالد بن يحيى ونبيل معلوم. قلت له انا وقت حاجه بك ساعه ونص كهو، قال لي خالد وقت انا باش نلعب معك الماتش هذا يا سي مراد وكهو اسمع فيه، خاطر كان فما برشا احترام كان بيناتنا معناتها نتكلم معناتها اونيتمون. وخالد معناتها كان من الناس اللي كان منضبط ياسر في التمارين معايا اللي تي معناتها دون كوريكسيون اكسبسيونيل نقول لك بصراحه. معلول ما تقول بصراحه زاد شويه في الوحده كي انا ما نحملش الجروب يتكسر بور ما يا اوكين بيرسون شت قلت له اوكي انت ومعلول وزاد معناتها ايكارتي فوالا سيتو معناتها انت تحب تمشي ومعلول جاب المشكله الكبيره هذه هكا هو سيفيني معناها ضحيت بهم الزوز رغم قيمتهم الفنيه استنى وقت لعبنا الماتش غاديكا ما في غاديك في وقت لعبناه في اون التيتود في اثيوبيا في اثيوبيا ربحنا وقت دو زيرو عدينا ماتش متى غولت ما في متى فريمون ما في جاني خالد قال لي بعد ما مشى قال لي والله يا سي مراد نرد الاسبيرونس تلعب هكا اقتنع بكلامك اي فهمتني أي. معلول ان مون دوني وقت خرجوا اثنين كنا كونتيني كوم سا خالد ابري ان سيرتان تون جاني سي مراد عمل قال لي كان حاجتك بيا سي مراد على تحذمتك نمشي هذا خالد اي خالد معناتها كان معناتها بعد ما نحيتهم الزوز جاك خالد قال لي معلول معناتها متى عنده ما رجعلكش بكل فهمتك فهمتني على ذي رجعت خالد ما رجعتش نبيل انت بيان سور كان معناتها الى ديموندي ديزكسكيوز وتروشيز على الواحد اللي عملوا علاش ما تحبني ما رجعوش خاطر جو كرا بوكو ان سي كاليتي تكنيك حتى نبيل معلول ملاعب كبير اي قلت لك جو كرا بوكو ان سي كاليتي تكنيك سي ان جوار معناتها دو تري هو نيفو بيان سور معناتها لو كان قدم هو بيان معلول كان ما جاش كان جا ظهره تسمع فيه صارت الاكسيدون اللي جا في ظهره هو عمل ان كارير خاطر عنده عنده ان انتليجونس تكتيك تري ذكي برشا ايه عنده ان انتليجونس تكتيك تري تري بوسي نقول لك بصراحه فهمتك هذا كان الخلاف معناتها بيناتهم سبب المشاكل اللي عملوا هو ايه بس تو عمري ما نعمل ما عندناش المشاكل انا ما نحبش المشاكل ما نحب انا بور موا به الفايده اسمها فيه ان جروب ان جروب سي ان انتيتي معناتها ان سيبارابل انديفيزيبل في مسائلهم كمدربين زوز معناتها يظهر لي معناتها لي دو اكسبريم لور كاركتير كيفاش؟ لو كاركتير سيكسبريم دون انا جو كرو كو نم ياسر بن يحيى كي بو ديفينير مش كي بو ديفينير إيلي معناتها ان غران انترونور مي إيلي معناتها فريني بار سا ريجيديتي معناتها به الفايده انا في نظري انا اللي معناتها سا ريجيديتي مش مع ما نظنش مع ياسر مع الجوارات نتاعهم مع الجوارات نتاعهم سيرتو مع لي ديريجونس فهمت ونبيل نبيل سي لو كونترير معناتها سا غروند فورس سي سون اكسبرسيون اي سا مانيير دو ميتر تو دون سا مان تو مون دون سا مان ما في واضح شكون تعتبره انجح كمدرب؟ والله كان النجاح يتقيد بالنتائج وقت نقول لك معلول الى فيه بوكو بلو ديكسبيرونس الى بري دي زيكيب ناسيونال برا الى بري دي وكانت وكان ترى النتائج معناتها خالد كان يلقى دي بيرسون كي سيكسبريم في الاتجاه نتاعو هو يعمل العجب جو سوي كونفانكو امن بيه نعمل بيه خاطر إلي تري ريغورو تري تري تو با برانسيب فهمتني مي الفو كي مي سي ان كارسون كي تري زونيت شكون انجح كلاعب؟ كلاعب خالد الى في سي ان دي ميور ليبيرو سينون لي ميور ليبيرو كو لا تيزي اكري خالد تعتبر بيان سور وخالد اللي كابابل دو جوي كوم ليبيرو اللي كابابل دو جوي كوم ديفي ديفونسيف اللي كابابل تكنيكمون اللي تري اللي اكسيلون سما في عنده معناتها مي ظهر لي خالد il doit avoir beaucoup plus ساعات لو سول بروبليم كي لا في اللعب نتاعو ساعات يوخر الاولاد شويه يجيبهم ياسر بحذاه اسمع فيه